محمد حسن خليل، طبيب عضو في الحزب الاشتراكي وكلمة الأمراكي، وكمان أنا أبقى جزء في نفس الوقت. تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أنا طبعا يعني شهادة مجروحة عشان التحيز، وفي نفس الوقت أني يعني ماليش قوي في الادب، يعني قارئ متذوق شويه بالعافيه كده. فانا هحاول اقول لكم على حاجه على تكوين الكلمه واللي لها اثر في ازاي انعكس على العمل ده. اعتقد ان ثلاث كلمات بيلخصوا الموضوع. يعني اول كلمه هي انسانه شعبيه، ولدت في القاهره في حي الظاهر وعاشت فيه سنين طويلة جداً، واختلطت ببيئات شعبية جداً، وكانت على علاقة وثيقة بالبيئة دي. وفي نفس الوقت كانت كل صيف أجازة صيف دراسي بتقضيها في القرية اللي منها أهلها، وبالتالي لها معيشة عالية لذيذة، والمعيشة يعني وجدانية، وبعد كده اتصهرت فكرياً وكده، وده أعتقد يعني له بصمة واضحة. يعني الكلمة الثانية هي إن كريمة فنانة، فنانة بدءا من إن مواهبها طلعت في الغنى والتمثيل من وهي في ابتدائي لحد برنامج جنة الأطفال لحد مسرح الثقافة الجماهيرية، وكتبت وسافرت بره وخدت جوائز وحاجات زي كده، ودي يمكن حاجة مش معروفة عن الناس. وهي ما كانتش مجرد يعني ممثلة، وكمان مش مجرد مغنية، ده هي أكتر من كده وكده. نقدر نقول إنها لعبت ضمن دور مساعد مشرف، بمعنى إن في عدد كبير من المسرحيات كانت بتبقى هي الوسطى بين المخرج والكرو، وهي اللي إيه اللي بتقود تقريبا الفريق ده وكده. فعندها الإيه الخبرات الفنية اللي مصقولة، والتمثيل هي أساسا ممثلة مسرح، مثلت يمكن في حاجات تانية بس أساسا مصر. فهي التمثيل والرؤية الفنية واضحة طبعا في انعكاسها على ده، لدرجة إن في مخرج بارز يعني قرا المجموعة فكان تعليقه إن أنا هدي كل قصة لطالب يبقى مشروع التخرج بتاعه. يبقى ده المشروع التخرج بتاعه مبني على القصه دي. فدي الكلمه الثانيه غير انها شعبيه وغير هي انها فنانه. الكلمه الثالثه برضو اللي بتفسر يعني شخصيه كريمه هي انها النهارده هي طفله في الستينات طول عمرها. جميل. وعنصر الطفوله والانطلاق ده عنصر محوري في شخصيتها، في البراءه طبعا زادت نضجك فعلا. يعني ده شيء سمه اصيله ما زالت موجوده فيها لحد النهارده. طبعا انتوا يعني اخضر مني وغطيتوا الكلام عن كريمه الثوريه وكريمه الاديبه وما لها وما عليها، طبعا انا مش هتكلم فيه زي ما اتكلمتوا فيه. اذا استغليت موقعي ده فبقى هستغله بحاجة يعني رغماتية شوية، عشان ادعيكم لندوة عندنا في الحزب الاشتراكي يوم الثلاثة الجاي مش بكرة اللي بعده، عن وثيقة ملكية الدولة في الحوار، حاجة اقتصادية بقى بفهم في الاقتصاد اكتر من الادب مثلا يمكن 200 مرة.